وللحديث أكثر ينضم معي هاتفيا نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط. دكتور عبد الفتاح، كل عام وانتم بخير ومساء الخير، ومبروك لكم نجاح هذا الموسم من الحج في ظل الظروف الاستثنائية. حياكم الله وكل عام وانتم بخير، والجميع حقيقة هذا الشعب العظيم بخير وعافية ولقيادتنا الرشيدة. ما هو تقييمكم دكتور للجهود المقدمة في حج هذا العام؟ يعني في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى، أنمنى الله سبحانه وتعالى على ضيوف الرحمن أن أكملوا شعيرة الحج وهم بأمن وأمان وسلامة. الحمد لله. ما وضعت له من مستهدفات لهذا الحج كان يركز بالشكل الرئيس على الأمن والأمان وسلامة هذا الموسم، وخلوه من أي تفشيات للكورونا أو الأمراض الوبائية أو أي نوع من أنواع الحوادث. وهذا ولله الحمد ما تم، التكاتف والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات، إن كانت قطاعات حكومية عاملة في الأعمال الخدمية، أو إن كانت جهات حكومية أمنية، أو إن كانت صحية، كلنا نعمل وعملنا في السابق. ولكن هذا الموسم حقيقة كان اللمسة الرئيسية التي يعني ظهرت بكل وضوح، أن التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات كان هو السمة الأساسية لهذا الموسم، وهذا ما ساعد على اكتمال الخطط بالكامل ولله الحمد وبكل نجاح واقتدار. فكل الشكر حقيقة من خلال منبر الإخبارية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توجيهاتهم وحرصهم على توفير كل الإمكانيات. فإن سألتنا عن الإمكانيات، الإمكانيات التي سخرت هذا العام هي إمكانيات حقيقة ضخمة تتجلى فيها الأمن والأمان والسلام لضيوف الرحمن. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. يعني أنتم كنتوا في الحدث دكتور، ياليت تطلعنا عن مدى رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم. حقيقة أنا الآن أتواجد في مشعر منى. الأعداد البسيطة التي فضلت أن تبقى لليوم الأخير ورمي الجمرات ثم المغادرة، تم مغادرتهم بكل سلاسة. بالأمس كان بداية رمي الجمرات، كان بدايته من بعد الزوال مباشرة، وتم السماح لبعض من يرغب الرمي قبل الزوال. ما اكتملت الساعة 6 العصر إلا جميع ضيوف الرحمن قد غادروا منى وتوجهوا إلى المسجد الحرام. قرابة تقريبا نحن نتحدث على صلاة العشاء، يعني الساعة 8:30 والساعة 9، معظم ضيوف الرحمن من توجهوا إلى الحرم غادروا. قبل ذلك أثناء النفرة أثناء التنقلات، الآن من يتحدث عن النقل بأسلوب النقل العام التي تم استخدامه هذه السنة، الانتقال من محطة الباصات والحافلات في منى إلى مكة لا تستغرق أكثر من 7 دقائق، في حين كانت في السابق كانت قد يكون تستصعب الأمور في التنقلات بين مكة والمشاعر. حتى إذا تحدثنا على النقل بين المشاعر، كانت الحمد لله كانت مجدولة في أوقاتها المحددة، لكل فوج من الأفواج كان محددة. قد يكون بعض الأشخاص راغبين بأنهم يغادروا في أوقات مبكرة، لكن الحرص على الأمن والسلامة لضيوف الرحمن كان لابد أن يكون هناك جدولة ومواعيد محددة لكل حملة من الحملات. بصفة عامة سيدي الفاضل، أستطيع أن أقول أن ما تم في هذه السنة ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالإمكانيات الكبيرة التي سخرت في هذا الموسم، حققت المستهدف الأساسي وهو الأمن والأمان وصحة الإنسان في المقام الأول. بعض الحجاج كانوا يشتكون من الوجبات المقدمة لهم، ما السبب برأيك؟ لا شك في لأن من ضمن الأعمال التي تم استخدامها والبروتوكولات الصحية التي استخدمت أن يكون هناك نوعية مخصصة من الوجبات،
توجد ملاحظات وتم معالجتها ولله الحمد في حينها، وإن شاء الله بإذن الله طالما توجد هناك ملاحظات معنى ذلك أن يوجد عمل ضخم كبير خلفه، وسيكون إن شاء الله بإذن الله تدارك الملاحظات في السنوات القادمة بإذن الله. هل هناك خطط تطويرية للحملات للمشاركة في الحج الأعوام القادمة؟ يعني في الحقيقة كما تعودنا التطوير المستمر لمنظومة الحج والعمرة هي ما تعودنا عليه دائما دائما التطوير بسبب وجود الإمكانيات وجود الدعم من القيادة الراشدة لهذا يعني من لهذه المهمة الكبيرة التي تحملها حكومة المملكة العربية السعودية. فالتطوير مستمر دائما، نحن في حلقة من التطوير تستمر على مدار السنة. نحن لا نعمل فقط في موسم الحج ولا نعمل في موسم العمرة، ولكن نعمل مباشرة بعد موسم الحج على وضع الآليات، جمع الملاحظات، ووضع ماذا يمكن أن يقدم للأفضل لضيوف الرحمن في المستقبل إن شاء الله. وهذا الحمد لله إن شاء الله بإذن الله سترونه في الأيام القادمة. فيما يخص موعد فتح العمرة دكتور وإعطاء التصاريح، متى سيتم البدء فيها؟ يعني يمكن الآن أنا أستطيع أن أقول لك أنه من ابتداء إن شاء الله من يوم 15 ذي الحجة سيبدأ موسم الحج، موسم العمرة مرة أخرى من خلال تطبيق اعتمرنا. وتوجد مبادرة حقيقة بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية لإطلاق الحملة لإمكانية الحصول على التصاريح من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الخطوط السعودية ومنصة اعتمرنا، سيتم الإعلان عنها في حين إن شاء الله. بيض الله وجهكم دكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، شكرا جزيلا لك.